بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بعد إقرار الموازنة، والموازنة هي موازنة ثلاثية، وزارة المرن لديها خطط كثيرة، لعل أهمها يعني تنفيذ مشاريع الاستصلاح، مشاريع الاستصلاح المعنية ب يعني زيادة المساحة المستصلحة، وتنفيذ مشاريع إعدادية في الاستصلاح، وتأكيد وتعزيز الممارسات المستدامة لتأمين القوت الغذائي، وتأكيد وتعزيز السلة الغذائية. مشاريع الاصلاح موجوده بكل المحافظات العراقيه، محافظات الوسط، محافظات الجنوبيه، محافظات فرات الاوسط. هنالك مشاريع متلكئه منذ سنوات طويله، الوزاره وهذه الهيئه تعمل على يعني تنفيذها واستكمال تنفيذها. البرنامج الحكومي برنامج يعني حافل وشامل، هذا البرنامج يتابع بشكل شخصي من دوله رئيس الوزراء ومعالي وزير الموارد المائيه، وبالتالي نعمل بكل ما أوتينا من طاقة لتذليل الصعوبات واستكمال تنفيذ هذه الأعمال. أيضا هنالك أعمال كثيرة مرتبطة بمشاريع حصاد المياه، هي سدود حصاد المياه، هذه سدود تنفذها لها العمل سدود الخزانات. سابقا كانت هذه متلكة، الآن نحتاج إلى تعزيز الخزين ولزيادة يعني ما موجود من مياه أمطار يمكن تجميعها والاستفاده منها ضمن الرقعه الجغرافيه. هذه سدود حصاد مياه موجوده في محافظات يعني كردستان، هنالك مجموعه سدود في محافظه الانبار، في محافظه نينوى، في محافظه ميسان، في محافظه كربلاء المقدسه، في محافظه نجف الاشرف، وفي محافظه ميسان، وفي محافظه واسط، وفي محافظه دياله، وبالتالي هي تشمل كل المناطق الواعده بالامطار ذات الشده العاليه لضمان استثمار هذه المياه. كوزارة موارد مائية يعني نعمل على ثلاث أمور مهمة، الأمر الأول هو مشاريع الإصلاح ومشاريع الخزن وإدامة وصيانة البنى التحتية لكل مشاريع الروائية. نعم. الخبير الدكتور خالد شمال، مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والإصلاح والمتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية.